وليده اليوم راه عيد المرأة. اي امنتي الله يبارك لك في عمرك. امين. وراه مع الاذاعه دابا وسولوني قال لي شكون لمت هدايه العيد هذا ديال المرأة ديال اليوم اللي هو 8 مارس لمت عيد ما ترددتش فقلت لهم امي. الله يجازيك بخير ويسهل عليك ويحضر لك ولاد الحلال في طريقك. وقلت لهم امي يعني ما قلتش لهم بلاتي نشوف شكون ولا قلت لهم امي فهمتي يعني حتى في التليفون كاتب لك الحنانه هما يعني حسوا بهذه القضيه هذه. وانا كنقول لك الوالده سمحي لي بزاف هادشي اللي يعني درتي معنا وداك الشيء. مشاهدين ومتتبعين قناه اشواق تي في مرحبا بكم معنا. اليوم كيف ما كتعرفوا كاملين هو 8 مارس. 8 مارس هو عيد للمراه كيحتفل به الصغير والكبير. عيد 8 مارس هو فرصه باش نقولوا للعيالات شحال حنايا محتاجينهم، العيالات المتفوقات المتالقات الشريكات ديال الرجل في الحياه. خرجنا للشارع المغربي باش نسولوه شنو كيعني ليه 8 مارس. خليكم معنا باش تعرفوا اكثر. كيعني ليا بزاف د الحوايج بكون ديالي انا امراه، وبالنسبه لكاع النساء العالم كنتمنى لهم عيد سعيد وخاصهم يستاهلوا كل التقدير والاحترام، وكل الرجال خاصهم يقدروا المراه ويعايدوها بمناسبه هاد المناسبه. ما جانيش ولكن تلقيت ميساج فيه هابي وومنز داي، دونك شكرا بزاف بزاف بزاف. القدوه ديالي هي الام ديالي حيت كتكافح على قبلي بزاف وهي اللي كتسهر عليا وخدامه على قبلي باش نقرا. كنوجه لها تحيه كبيره وكنقول لها شكرا شكرا بزاف. المراه المغربيه كما كنقولوا ديما حنا المراه المغربيه ما خاصش نحتفلوا بها بنهار واحد، المراه المغربيه على طول العام. المراه المغربيه القحه راه فين ما حطيتيها يعني كتداوي الجرح. المراه المغربيه القحه ملي كنحدد شكون المراه المغربيه القحه كتحطها في شي بلاصه كتداويه معنا في الدار في الخدمه في المدرسه كنا كنقراو في اي ميدان في الشارع في كاع البلايص اللي ما كانتش المراه كتشوفها ما يمكنش بنادم يخرج يشوفها الرجال راه ما يمكنش ضروري المراه. كنقول المراه يعني المراه المغربيه القحه الفري. خليني من هذوك اللي متقلي على الكره الارضيه بالعربيه تعرفت لا ما كنهضرش على هذوك كنهضر على المغربيه اللي بحال امي بحال خالتي وبحال جده وبحال عمتي. ملي كنقول هاد النوع هذه ديال المراه هاد النوع هذا هو اللي بغينا يكون في المجتمع، هذا هو اللي بغينا يكون يربي الاجيال يربي. حتى دابا كنشوفوا شي حوايج يعني ملي كتشوف شي ديبيتيز ديال شي دراري ولا في الجماهير كنلقاو المراه. عرفنا واحد الوقت ما كناش كنشوفوا المراه في التيران، دابا ولات المراه في التيران ولات المراه في التران في بيلوطا في ترامواي يعني المراه ديما كاينه في البنكه ما كناش كنشوفوا المراه يعني بزاف الحوايج. دابا المراه الحمد لله ملي كنقول المراه كنعاود نكررها المراه المغربيه القحه المي الوالده نقول لها كنبغيك بزاف والله يسمحي لينا يعني واخا نردوا لك واخا كندير شي حوايج اللي كنقول ما كيديرهمش لي زوطخ ومع ذلك كنأنب الضمير ديالي كنقول راه ما كنردش لهذاك الشيء اللي بغيت. تقدر تعرف عليها اليوم قدام المغاربه كاملين تقول لها كنبغيك؟ اه انا دابا في الزنقه وعارف امي اش كدير، عارف امي فين كاينه دابا في الكوزينه كتموت على الكوزينه الوالده امراه بلديه يعني حنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واليدة لاباس؟ كي داير بخير؟ بخير هانية؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. فين كنت؟ واليدة اليوم راه عيد المرأة. أي أمنتي الله يبارك لك في عمرك. أمين. وراه مع الإذاعة دابا وسولوني قال لي شكون لمت هدية العيد هذا ديال المرأة ديال اليوم اللي هو 8 مارس لمت عيد ما ترددتش فقلت لهم أمي. الله يجازيك بخير ويسهل عليك ويحضر لك ولاد الحلال في طريقك. وقلت لهم امي يعني ما قلتش لهم بلاتي نشوف شكون ولا قلت لهم امي فهمتي يعني حتى في التليفون كاتب لك الحنانه هما يعني حسوا بهذه القضيه هذه. وانا كنقول لك الوالده سمحي لي بزاف هادشي اللي يعني درتي معنا وداك الشيء. الله يجازيك بخير. واخا دابا انت معايا واخا انا دابا في الزنقه وانت في الدار عارف واش كديري دابا تما هادشي اللي استحسنوه هما يعني هذاك العلاقه واخا انا برا وانت في الدار ماشي معاك ديك العلاقه كتبقى ايماجيني. شكرا الله يعاونك الله يسهل. ادعي معايا الوالده ادعي معايا كنبغيك الوالده كنقولها لها ديما هذه القضيه كنبغيك كندخل. امين الوالده امين الله يحفظك. واحد الكلمه كتقولها هي ديما شنو هي عاودي قولها لي دابا واحد الكلمه كتقولها لي ديما في الدار ملي كنخرج واحد الكلمه كتقولها لي ديما شنو هي؟ توكل على الله ومن غيرها كنقول لك الله يربحك ويغنيك من فضله. الله يربحك ويغنيك من فضله. الله يربحك ويغنيك من فضله. امين امين.
امين. الله يحفظك الوالده، الله يحفظك. امين. وتر قد قد السماء والارض، ما كاينش ما كبر منهم. قد كان بغي قد السماء والارض، ما كاينش ما كبر منهم. السماء والارض ما كاينش ما كبر منهم، هما اللي كبار في الدنيا. امين امين الوالده الله يحفظك. انا كنبغيك كنموت عليك كنحماق عليك، الا ما كنتي شتي راه ما كاين والو، انت الا ما وافقتيش ليا على شي حاجه راه ما كتيسرش. الله يسر امورك. الا خرجت وما كعي عليا يعني ما كتيسرش ليا داك الامر، يعني بزاف الحوايج الوالده يعني بزاف. ضربات عليكم شمال ملي كنتو صغار. مسكين ضرب شمال الوالده، ضرب شمال مسكين الله يرحمه. هي مسكينه كانت معززه مكرمه، ومن صغرنا وحنا كنلبسوا مزيان، من صغرنا وحنا ابي من صغر. بيان سور الوالده دابا هذيك الوالده اللي كانت كطلع حتى للشجره وكتهبط، دابا راه ما كتمشي عادي، ما كتقدرش تمشي. فهمتيني الوالده والله يحفظك لينا وسمحي لينا بزاف الوالده الله يحفظك. الله يحفظك الوالده الله وسمحي لينا بزاف. اللي عنده ما يمشيش يتهلا في ميمتو، اللي عنده شي ام يتهلا فيها، اللي عنده شي ام يتهلا فيها. حيت هما في جيل وحنا جيل اخر، يعني كاين داك الفارق ديال الجيل وهذاك الشيء، ولكن كيف ما كان الحال ما ينعش بنادم في الفراش الا ما تسامحش مع امه. ضروري في النهار كتناقشوا كيكون داك المؤاخذات هادشي في اي بيت مغربي. وبيان سور لان التاثر ملي كتكون الام صافي ملي كتقول لك الطوموبيله راه حمراء كتقول اه حمراء وخا يقري، مثلا الرماديه كتقول لها حمراء كتقول لها حمراء صافي كدير لها خاطرها. وفري ملي يعني ملي كدير الخاطر لامك صافي كلشي كيتيسر لك في الحياه، والحمد لله غادي بالرضا ديالهم باش انا غادي. عارفه شنو كاين اليوم؟ اليوم عيد المراه. ملي جاتك هاد الوريضه؟ جاتني كادو. الله سعدتك، عيد سعيد. شكرا. ان شاء الله كل عام وانت متفوقه ومتالقه وجميع نساء المغربيات. عيد المراه شنقول لك، هو عيد كيذكر الناس كاملين بالاهميه ديال المراه في المجتمع، باش الناس كلهم يعني خصوصا الرجال يحسوا بداك بالاهميه ديال المراه في حياتهم، يعني كأم وكأخت وكزوجه وكمهم. هادشي اللي نقدر نقول. بيان سور فرحانه. لما تبغي تقولي اليوم عيد مرأة سعيد؟ كنقول جويوز جويوز فيت بور توت لي فام ماروك. هادشي اللي غنقول. هو 8 مارس هو عيد المرأة، والمرأة مكرمة دائما ماشي غير في 8 مارس، الله يجعلها تكون إن شاء الله دائما بالصحة والعافية. راه هي الأساس، وهي الأساس ديال البيت، وهي الظهر ديال كل شيء اللي كيتكى عليه. وبهذه المناسبة توفات واحد السيدة الله يرحمها ووسع لها، وكانت هي العماد ديال واحد الأسرة الله يرحمها في هذا النهار، وغادي تدفن في هذا النهار الله يرحمها ووسع لها في هذا النهار. من أنا كنعزي هذوك الأسرة مساكن، والمرأة تتكرم دائما ماشي غير في 8 مارس. وليداتي الله يخليهم ليا جابوا الكادوات وكيصيفطوا بعاد وكيصيفطوا لنا التهنئه، وهذا الله يرضي عليهم والله يسهل على الوليدات كاملين يا ربي يا رب. هذا العيد ديال المراه اللي كنحتفلوا به حنا النساء كاملين، كنتمنى لهم عيد سعيد. وهذه فرصه ان حتى الرجال يكونوا كيهتموا بالنساء ديالهم وبالمراه بصفه عامه، يعني يعطيوها واحد القيمه، والحمد لله الاسلام راه عاطيها قيمه من شحال هذه مشي الله دابا. وانا فرحانه هذا النهار، وككل النساء ديال العالم كنتمنى النساء يكونوا واصلين لواحد المستوى، يوصلوا لواحد المستوى اكثر ويديروا مجهود، وبالمساعده ديال الرجال اكيد يكونوا كيعاونوهم ويساعدوهم ويكونوا بجنبهم، ما يكونش العنف، ما يكونش بزاف يعني ديال الاشياء اللي اللي المهم الاشياء اللي كتخلي المراه سعيده، هما اللي كنتمنوا ان شاء الله يكونوا دائما في كل يوم، ماشي غير هذا اليوم هذا ديال اللي كنحتفلوا بهذا عيد المراه، يكون كل نهار كل يوم كل في العام كامل في الحياه ديالنا كلها، باش تكون المراه دائما سعيده وفرحانه وتزيد القدام وتعاون الراجل ديالها. وراء كيف ما تيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة أكيد. إيوا صراحة أنا مازال كنتسنى. أكيد الحمد لله غادي يكون شي حاجة إن شاء الله، وحيت بقى ما شفتش الأصدقاء ديالي والصديقات ديالي والناس الحباب والعائلة، وهذا أكيد غادي نتلقى إن شاء الله. أنا فرحانة بهذا النهار، فرحانة مع راسي ماشي بالضرورة. الحمد لله أكيد جميع النساء ديال العالم كيستاهلوا أنهم يكونوا فرحانين ويكونوا ويحسوا بهذا النهار هذا،
وتقدم لهم الورود وكل شيء زوين، خصوصا حنا في هذا الفصل هذا ديال الربيع الخضريه والبهجه، والحمد لله مع هذه الامطار ديال الخير وهذا حنا فرحانين وديما نبقاو فرحانين، وان شاء الله القدام ديما ان شاء الله باذن الله، وكنتمنوا السلام في العالم كامل ان شاء الله. صحتك الوريضه. ميرسي بوكو. انت شي وريضه سنة سعيدة. ألينا وإليك سنة تمنيتي إن شاء الله. شو تقولي للعيالات في النهار؟ الله يخليكم لينا ونتوما هو المجتمع ديالنا، وبلا بكم ما غاديش ما غيكون والو، ونتوما هما نتوما هما اللي كتربيو الأجيال ديالكم. 8 مارس كيمثل ليا القوة ديال المرأة واعتراف ديالها بين المجتمع داخل المغرب ولا الكوكب كامل. كنتمنى سنة سعيدة للجميع، المرأة المغربية، وكنتمنى لهم يعطيهم رجالتهم شي كادو وصافي. شنو كيعني لك 8 مارس؟ عيد المرأة، عيد كيهديها راجلها شي كادو ولا المهم كتشكر على هاد المرأة المغربية كنعترفوا بها. سنة سعيدة كل المرأة المغربية، كنتمنى لهم التوفيق وكل عام وهم بخير. شنو كان عليك 8 مارس؟ عيد المرأة، اعتراف بالجميل ديالها وبالمجهودات كاع اللي كدير وكل شيء. جاك شي كادو؟ لا ما جاني كادو. شنو تقول لراجلك دابا ملي ما جابش لك كادو؟ خاصو يجيب لي كادو. تحلفي عليه قولي والله ما شتي لي الكادو، والله ما شتي لي الكادو. لا دخلتي مع الباب. سي لا فين دو لا فام. كو سو جور لا لو 8 مارس اون لا دوني لتر هومان ا دوني او لوم و لا فام ا دوني سو جور لا سيمبوليك بور لا فام. مي لا فام سي توجور سي با كو لو 8 مارس. سي 365 فوالا سي سا. Voilà, point barre. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, à qui vous voulez souhaiter, à qui vous voudrez souhaiter bonne fête 8 mars? Elle n'est pas là, c'est ma maman. Voilà. Elle n'est pas là, elle est décédée il y a 25 ans, si ce n'est pas plus. Je suis désolée. Voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire? Il y a toujours l'homme derrière, il y a toujours une. L'homme est toujours la méchanceté. Mais la femme et l'homme sont pratiquement. Gadjin, si tu veux, tu vois, je gère un petit peu en arabe et en français. Gadjin. Tout simplement. Elle est Gad, Gad Brasa, ou Raj Gad Brasso. Je ne peux pas dire autre chose parce que personne ne va comprendre ce que je vais dire. Mara, si tu veux, indirectement, c'est pas la même chose. Tu vois, mais l'homme et la femme, c'est les mêmes. Ah ben vous voyez, ils sont identiques, voilà, c'est la même chose. Mais dans l'islam c'est une autre chose, Voilà, je vous en prie là. مشاهدينا رجعنا لكم مرة أخرى. كانت هذه ارتسامات ديال الشارع المغربي على ود 8 مارس. بزاف الناس سولناهم عيالات ورجالة. بزاف منهم كيحتفلوا بهذا العيد، بزاف منهم كيعترفوا بهذا العيد، وكيعترفوا أكثرية بالمرأة وبالمكانة ديال المرأة في المجتمع المغربي. نتوما شنو الرأي ديالكم؟ خليوه لينا في التعاليق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.